الكل شهد الفعل الشنيعة اللي أقدم عليها ذلك الرجل العراقي، عليه من الله ما يستحق. احنا ما بيدينا شيء سوى أنه نقاطع المنتجات السويدية. حكومات ابتدعت سفراءها، واللي سحب سفيرة، واللي نزل اللي هي الخطابات أو البيانات المنددة لهذا الفعل الشنيع. وهذا الأمر يعني أثار حفيظة المسلمين، ولكن في الجانب الآخر أيضا احنا للأسف الشديد القرآن الكريم أصبح فقط حبيث الأدراج، وإحنا نقوم يعني بفعل مشابه لهذا الفعل ولكن بطريقة أخرى. اليوم إحنا نحرق تعاليم وحكم القرآن الكريم في حياتنا اليومية، وهناك عديد من المظاهر. الموظف اللي يقاتل من أجل أنه يحصل وظيفة، وبعد ما يحصل تلك الوظيفة يهمل، وهذا الأول. الثاني، المدير اللي يستغل وظيفته من أجل تحقيق مصالح شخصية. التاجر الذي يغش، المسؤول الذي يسرق المال العام، هذا كلهم يقومون يوميا بحرق تعاليم وحكم القرآن الكريم، وهم لا يقلون بشاعة وشناعة عن ذاك الملعون الذي حرق القرآن الكريم.